من هو البحريني؟ هو بحث توثيقي معمق حول سؤال كيف تشكلت الجنسية البحرينية، كيف تشكلت الهوية الدستورية القانونية البحرينية. كنت في كتابي بلا هوية أتحدث عن تجربة إسقاط جنسيتي في البحرين، وهذا كان يتحدث عن الحاضر. أردت أن أعرف كيف تأسست هذه الجنسية، على أي أساس، على أي قانون، ما هي الصراعات السياسية التي حدثت في العشرينيات وأنتجت فيما بعد قانون الجنسية البحرينية الذي منح لأول مرة في 1929 الجواز البحريني. طبعا في 1937 فيما بعد أصبح هناك قانونا مفصلا إلى الجنسية البحرينية، ولكن الجواز البحريني قد منح لأول مرة في 1929. أردت أن أعرف السياق التاريخي، الجماعات التي تصارعت، موقف السلطة السياسية في ذلك الوقت، وكيف تأسست هوية البحريني القانونية، ولماذا يسهل إسقاطها اليوم؟ هل أسست على أسس واهية؟ هل أسست على أساس أن هناك قوة استبدادية تستطيع أن تنزع هذه السلطة بسهولة أم لا؟ دعيني أربط بالإنتاجات الأخرى هي التي أصبحت معروفة الآن بالتوحش. أنا كتبت كتاب نصوص متوحشة وكتبت كتاب إله التوحش، وقلت في هذه الكتب أن التكفير الذي هو أصبح سمة عصرية، التكفير الذي يقود إلى القتل والتوحش، أنه بمثابة نزع الجنسية، وهذا فعلا ما يحدث. أن في ذلك الوقت الحاكم السياسي يتحكم في من هو المسلم ومن هو غير المسلم، وغير المسلم يستصدر فتوى بقتله. اليوم الحاكم لا يستصدر فتوى بقتلك، إنما يستصدر فتوى قانونية بإسقاط الجنسية عنك، ونحن نعرف أن إسقاط الجنسية هي بمثابة إعدام معنوي إلى الشخص، إذ يصبح هو لا أحد، وكذلك عملية القتل والتكفير أنت تكون فيها أيضا لا أحد. وهذا الناظم لكتبي أنها تبحث عن حق الإنسان في الحياة، وكيف تتحول الأنظمة السياسية إلى أنظمة قامعة، أنظمة قاتلة للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم. أنا أعتقد بأن هذه الإصدارات تعطي نبذة عن الإنسان البحريني الذي دائما هو متقدم في الفكر على الحكومة البحرينية. ونحن في الذكرى السابعة الدكتور علي يقدم نموذج للإنسان البحريني، الإنسان الذي يعني استطاع رغم الحصار الذي تقيمه الحكومة على أبناء الطائفة الشيعية الكريمة، يعطي هذا النموذج الذي هو تواق إلى الكتابة وتواق إلى العلم والمعرفة. وهذه واحدة من السمات التي تميز بها الإنسان البحريني. لذلك نحن على أعتاب الذكرى الثامنة، ليس السابعة وإنما الثامنة، انتهاء السابعة وابتداء الثامنة، يؤكد لنا الديري بأن هو جزء من هذا التراب، كما أن الإصدار الذي أصدره من هو البحريني يعطي أيضا علامة فارقة بين الإنسان البحريني الحقيقي الذي ينتمي إلى هذه الأرض انتماء حقيقيا، ويجسده من خلال كتاباته التي واقعا كل من يقرأ هذه الكتابة يعلم بأن الجنسية هي ليست فقط ورقة تعطى إلى هذا وتسحب من هذا، وإنما هو انتماء. هذا الانتماء جسده الدكتور علي في كتابه. لذلك الدكتور علي هو يمثل كل البحرينيين، سواء آية الله شيخ عيسى أحمد قاسم أو نحن من سحبت جنسياتهم، فهو يمثلنا جميعا، وهو فخر لنا وللبحرين.